وتخطيط وشكل جايب ثقة هالمرة. جليل خليه بيسوي ما تدخل وياه. صح كلامك بس ترى السباقات. شوف الثقة شلون بس هالسيد. هذا الحصان اللي لازم النادي كله يحترمه. لا لا أنا ما قالوا لي أنا حالي من حالي مدرب. ما يصير لازم قلبك ما ينحق يعني اللي نفس يعني نفس الأبو اللي هلون عنده عيال لازم قلبه يروح حق أحد حس هاي أشفر قلبك ما يلحق من بلا 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 روح لمتى بنحارب الشخص مو الفكرة. أنا مستعد أي واحد يعاندني في هالشوط أودي حق الحصان وأشوف. لمتى بنعامل الأمور بشخصية؟ أسوي سوالف. لمتى بنكسر الناس عشان نرضي غرور داخلنا؟ خيل أفضل منك لازم تقول أفضل. لمتى بنحاول نهدم اللي قاعد يحاول يبنينا؟ الله. ما عندي له جواب. ما أنا وش أقول له. وبعدين ولي متى وليش؟ يمكن أنا أقتبس مثل عون مبارك فاز باللذات من كان جسورة. وين الواحد يبي يوصل؟ وين الواحد سؤال مهم. سؤال مهم. هذه السؤال اللي يجب أن نوجه. ليش يبي يوصل للي يبغى يوصل له؟ أهم. أنا أتوقع كذي. أنا أتوقع كذي. والأهم من كل ذي اليوم يوم منتظر. بالضبط. صار لنا 4 شهور ننتظر هذا اليوم. أول الأشواط وأكيد أول الكؤوس شوط العربيات. شوط أقدر أقول منطقياً الفوز للخالدية. منطقياً صعب نقول اسم غير كحيلان مزرير. أنا أقول يعني هذا هو كحيلان مزرير ما في غيره. يعني أنا ما تعب روحي وأسأل الباقي. لا لا تعب روحك حيلان مزرير. المفروض طولين 3 سيد أزيد. كم؟ طولين 3 حيلان مزرير. يلا إذا طولين 3 نطالع الشوط وننهي كل الكلام. They're off and Avayan reared as the gates opened and it wasn't the best of starts from Kahanan Afas 1708. أنا صراحة كان ودي أنهي الكلام وما أقول شيء غير بس أعرف أنتوا دائما تقولون لا وهذه سباق بس يعني ما أحس إنه بتصير في منافسة وكحيلان مزرير موجود؟ بتصير شاي 60 الحصان السباق التراي رايد يعني أخذنا آخر فورنيج يعني نوع شوي الحصان نقول طفى وكحيلان عابص مالي انا يم دفع ورا وشوي يعني fast 1695 200 meters left to go for Hayden Pumzoraya who had a fine term last year is in front here by a couple of lengths for Hayden Pumzoraya 1708 is staying on and moving to second place as they go inside the final 50 yards for Hayden Pumzoraya is just going to be kept up to his work for Hayden Pumzoraya 1708 lunges mate اسمح لي يعني كحيلان عافص أنا أحبه يعني 1708 لكن ما تخليه مع درجة كحيلان مزرير
عبيان، والمرة اللي فاتت من قبل أسبوعين مثل ما قلت في الأمتار النهائية دش عليه 1708، لأن لو تلاحظ كان نيل كالن أرخى إلى كحيلان أم زرير. نيل يقول لك إنه ما بذل مجهود وياه ذاك اليوم. كلام وايد جوكية كشي. أنت بنظرك كان إنه ما كان؟ لا لا لا، لو في بيروح بعد. لأن هو لأن أمن يعني حزتها. ولما شاف أنس السيابي جاي شغل الكحيلان أم زرير وحسم الشوط. اليوم 60 كيلو، بس أنا أتوقع إنه حتى لو ما عنده مشكلة. بس السباق بصير حلو مشي. حيلان عاضل. صارنا مو سهل. إن شاء الله علي أنس. أنس وضعنا خطة أنا وياه. إن شاء الله نكون ننجح فيه. Away smartly to the outside is Moussanan, the first of the greys then with the white cap. وما أقدر أقول من اللي أشوفه أن خطة عبد الله كويتي بتكون ناجحة الحين. محاولة مو نحاول. هذه المحاولة يعني إيش كثر بتعطيك أفضلية في الشوط؟ لا، عبد الله كويتي 1695 أنا أعطيه المركز الرابع. المركز الرابع 1695. مع أنه هي آخر سباقين بس تراجع اللي قبله راوانا شوي مستوى. صحيح صحيح، بس كان معاه 1708 كحيلان عافص. اليوم اليوم كحيلان أم زرير وعبيان هم الخطر على كل كلاس 1. تعرفهم زين أنت يعني معروفين. فهذيلا ما أعتقد يعني لا كحيلان أم زرير، لا كحيلان عافص 1708 ولا كحيلان عافص 1695 راح يلحق على هالاثنين. Grip is Kahela's Al Adiyat, red jacket, white cap to the inside. Kahela Nafas 1695. يعني أنت كأنك تقول لي الخالدية 1-2. إن شاء الله الخالدية إن شاء الله. بيان أول، كحيلان أم زرير راح يفنش وراه ثاني. Raya are running together. Bayan now just overtaking Kahelan Umm Zrayer. The back marker is Kahelan Nafas 1708. أنا أشوف العكس، كحيلان أم زرير عبيان. ما أدري والله، أنت رأيك غير وأنا بعد هم رأي غير، ولكن حتى لو طلع كحيلان أم زرير الأول وعبيان ثاني، الخالدية هم اللي راحين يستحوذون على الشوط هذا اليوم. In the centre, a wide outside Obeyan coming with a run, and widest of all is Kahelan Umm Zrayer as they head down towards the final 200 meter. In second place, a couple lengths further back to Kahelan Nafas 1695, and going towards the last 100 meters, and it is Kahelan Umm Zrayer, won the King's Cup last year, won this race last year. Kahelan Umm Zrayer and Neil Callan the winner. Obeyan in second place. بكل هدوء، بكل هدوء يعني انت تشوف الهدوء اللي في المكان، يعني اصلا حتى ما في اكشن صاير، لا عمل هدوء نفس ما كان المفروض يصير صار. يعني وين عبيان؟ وين عبيان؟ لا لا وين عبيان؟ اولا اسمعني اسمعني اسمعني، بقول لك اولا مبارك للخالديه اوكي حصول كحيلان أم زرير 1797، ما راح مكان، ولكن أنا أقول لك هذه تكتيك مدرب. لا تقول لي وين عبيان، لحد الآن أنا مو مقتنع أن عبيان ما يأخذ الشوط. أوكي؟ ليش مو مقتنع؟ لحظة لا بقول لك شغلة. أوكي أنت اللي تقوله صح. نعم. هاي الحصان رايح سباق التجريبي. بالضبط. وفاز. بالضبط. أجهز. يمكن الريس الثاني تختلف الأمور. صحيح. أنا بقول وياه. صح. لا هو طبعاً هذا سباق، كل من يدخل هاي السباق وهذا الكاس الكبير. طبعاً يوم كبير ما يدخل هذا السباق إلا هو قاعد حاط له خطة إنه يبي يفوز، ما حد قاعد يشارك بس للمشاركة. فالحمد لله رب العالمين إن توفق حيلان أم زرير وبيان بعد في نفس الوقت، وألف مبروك للخالدية، وهاي أول مرة يفوزون في هاي الكاس بالكالرز الجديد. اللي قلته بالضبط صار. سيد يعني كوش أقول ككلاس هو أفضلهم يعني. Shows you how much regard I hold him in, you know. I think as Arabians go, he's got a lot of natural ability. He's got a high cruising speed, and he can quicken. So, look, you know, he's beaten the best here, and I think he'll continue to do that as long as he stays healthy. بس عبيان أقوى من كحيلان أم زرير. صحيح إن هذاك رايح مثل ما قلت للتجريبي، ورايح هذه سباق قبل زين، وهذه أول مرة لعبيان، لكن أنا أقول لك يعني أنا رحت المنطقة الثانية هناك قاعد أطالع بحوالي 200 متر، يعني كان ستيفن لجاج
راح على جهة السياج شوي ورد مال إلى جهة ثانية. هذه يعني زين إن الأشوى أشوى أهم شيء إن ما طافوه، إن ما هزموه لا كحيلان عافص ولا كحيل العاديات، يعني أول ثاني. وانت قلت لي ان انا خالفك الراي واحد واثنين، ولكن انا هذه رايي لان انا احب عبيان. انت تحب عبيان. نعم. وانا اتوقع، انا اتوقع، نعم، وهذا رايي الشخصي، نعم، يمكن لو مع روزي عبيان بعد بنشوف اداء افضل. بالضبط، صحيح، هذه كلامك صحيح. روزي هي الافضل. روزي صار لها فتره مع عبيان، حتى حسين مكي بعد. انا ستيفن هذه الصراحه أشواط كثيرة كانت إلى ستابل فوزي، خسرها وايد، خسر عهد، خسر وخسر، ما نبي إحنا نذكر، لكن أنا أحط عليه علامة استفهام اليوم هذه. وما أظن نقدر نحط عليه علامة استفهام كثر ما تكون العلامة على كحيلان عافص ويوسف طاهر. الكل كان مرشحين حتى أول هني في النادي. هي غريبة صح؟ هي غريبة، طبعاً غريبة. أنا قلت لهم يعني يطلع ثالث ثاني، بس هذه ثالث رابع، هاي مركزه أنا أعطيته ثالث. بس في ناس رشحوا ويوسف طاهر مرشحنا. يعني أنا قلت حق أنس وقلت له يعني دخلتك في الريل كان يعني أنا أحس هي اللي حجزت الحصان، يعني لأنه ميود الريل في اليمين وكحيلان مزري برا، بيان برا، فكان هو ظنيت عنده قب يقدر يطلع. يعني أنا من وين أحرك الحصان؟ كان اليوم ما أدري هل هو زين. أنت عارفك حيلان عافص. أدري. نعم. وإحنا حافظينه، فأنا قاعدة أقول إنه اليوم خلاص اللي كنا نقول عنك حيلان عافص صرنا نقول عنك حيلان مزرير وانتهى. نعم. الكلام. من بعد. بس. المرة صار رابع سيد، المفروض هو المفروض ثاني ثالث على الأقل. بس عبد الله كويتي بعد حصان بعد ركض. واجد رك، قلت لك انا اذا رجع مستوى، انت قلت لي لا متراجع. ثالث زين. احسن من خيلي يوسف طاهر. ركض. زين بس اليوم بعد رحت قدام، ما بغيت ترجع قدام. فتح لله، فتح لله. خسرت كوس وين العهد. حولنا وقدر. واللي يخسر في كاس ولي العهد يعني احنا نتنبأ له بخسارة مسبقة في كاس الملك. البوسيت صح بعيد احسن. اليوم شوط سريع حقيقة. على صنط الحق الصنام. هاي كان الطبيعي اللي بيصير عبد الله صح ولا لا؟ ايه. اللي بيصير طبعا الاول معروف. قوي قوي بالضبط. وأنا عندي بس عتاب على الأخ يوسف البعينين، مستغرب أنا ليش هو صار له لقاء مع الأخت هدى من قبل 3 أسابيع، قالت له ليش ما دخلت خيولك؟ قال محتفظ فيهم لكأس سمو ولي العهد. طيب ليش اليوم ما نزلهم؟ هذا السؤال يجب أن نوجه إلى يوسف. عندي أشارك بس أي وراء شو استفاد صح؟ أنا أتفق مع يوسف البعينين صراحة. نفس ما قلت لك، انا عندي حتى الحمداني كنت مدخله، شفت الخيل اقوى منه حق شنو اشارك؟ شوف له شوط يمكن شويه انزل مستوى. كل اللي شاركوا اليوم شاركوا عشان تشوفونك حيلان ومزرير يفوز فقط. وقبل الشوط في شك انه هو يفوز؟ لا. في شك بعبيان انه ثاني؟ لا. العاقل يقول لك لا. الحمد لله اشو ان انت متفقه وياي. Dolphin. I'm Jamie Osborne. Step towards the end of the back straight. Zimiren's off the. I don't know if it's 1000 ma qad jam. يعني مستوى. They're over on the far side. They're being followed by Div. Stayed be زعل الحين. ما يعجبه. بطوفة. Zerba making the run inside the final 800 and approaching the turn. نبي حق كاس الملك. أقول لك بقول. سيد الكرسي محمود ايش قالك على ان في بعض الخيل جيب لك، في بعض الخيل جيب لك. اشوفك يعني تحت اوردرات وتخطيط وشكلك جايب ثقه هالمره. انا اقول لك ما نزلت ولا عمري نزلت حق حصان الا سبيد تشانس اليوم، لان اعرف سبيد تشانس بيسوي شنو، بيسوي خامس سادس. لا طالعني كذي خامس سادس. احنا نبي خامس لان مثلا هني هي خامس.
نترانين هي خامس، بس ما نبي الا خامس على قولتك، لكن ان شاء الله بعدين لان شفت الحلقه هني البيضة شفت ابو خليفه هني نشوفه. حصان ممتاز، بس انا ما اتوقع انه اليوم يمكن يقدم يجيب يصف. بس بقول لك اشاصي بعد موجود في الشوط، اشاصي سمير داود ان شاء الله ان شاء الله ليه فرصه. الشوط طبعا هانديكاب ومفتوح للكل يعني. اشاصي اسمه اساسي ما ادري اساسي اشاصي شاصي ما سيارة يعني ولا شنو؟ مو شاصي ما سيارة كان ما يغلبك. لا يغلبني ما أتغلب. اليوم ما أنا مخلص الشوط منزل مخلص الشوط. شوف الثقة شلون بس هالسيد. So stand by and they're off and they've gone without speed chance. Speed chance was withdrawn down at the start. أنا خلي البوابات وأنت تنصاع. نقولهم دربوا. نقول حق المدرب دربة، لكن المدرب بلا تدريب. شلون ما دخل؟ المدرب بلا المدرب بلا تدريب. وجاي ونازل وعندك ثقة. في كل الأحوال ما ظننا كان عنده فرصة ينافس. Face setters is goal spinner, suspect magic goal spinner, and also a Cambay scout. They form their early order. Alan Bra going forward. في كم مرة زين؟ ما أتوقع أي واحد سيدار زين. في بعض الخيل زين هني. هم رشحون سيدار بس يعني وزن بعد. 63.5. 62. 63.5 لحصان شارية. 62. زين 62. زين وإذا. ها؟ عادي عادي مسافة أول مرة يروحها حصان طيب ما أقول له شنو طيب بس أشوط الهانديكاب مستحيل أحد يقول ذي الحصان بيغلب 100% ثاني راكبة حق سيدارت يعني ما تقدر تحكم ثاني راكبة قلت لك إن جود فورم الحصان إن شاء الله متفائلين فيه خير يعني بس الخوف كله من الوزن والهواء ما شاء الله شوف الهواء عكس بعد اليوم الهواء ما اثر ما اثر على كحلون مزرير مساعة ما بيأثر على ما شفت الشوط والله صدقني انسى الهواء انسى الهواء ما ادري كم كان شايل ما الهواء انسى كان شايل وايد كان شايل توب ويت 60 60 وايد 62 هني ها قلت لك انسى الوزن انسى لا. الهواء نشوف ان شاء الله خير يعني and radio caroline to the outside radio caroline and ala bravos two are being followed by gold spinner just in behind those is cambay scout and then suspect package son of norman يعني من اللي في ذي الشوط نقدر كذي نطالعه طرف عين عقب سيدارت يستاهلون ترى طرف عين ما هم طالعينهم يستاهلون لانه اوكي خلنا في خيلك جولد سبينر والمختار اي جولد سبينر قاعد يأدي مسكين على قده يأدي ثالث رابع سادس والمختار ستار المختار ستار يبي لي اصيد مفتاحه في وين ما مفتاحه عن فوكاموتو المشكله فوكاموتو ما يصنع لا ذي الحصان شوي صعب يعني حتى في التمرين في السباق وقت اللي بيسابق صعبه Harlick as they go in towards the first turn. Al-Mukhtar Star is racing fairly deep, being chased by C-Dart. And then comes Power Station and Blue Boy as they... Boris, come win, come win. Boris, na salam challah hasal arz. إلا زعلتو لا والله لا إلا زعلتو والله أنا زعل ما زعل جوبي بلا زعلتو شوف أنا يعني جبت البرتوسانو وحصل عرض الله يوفق حصل عرض من فرانسيسكو البرتو سانا لا هذه الحين فارسكم اللي الحين بتشوفينه ان شاء الله بيرجع البحرين قريب حصل عرض حصل عرض من من يبي حصل عرض والله العظيم يعني هو صراحه ما كان واو علشان يعني هذه المشكله يبونة. هذه المشكله وانا محصل عرض افضل من اللي انا اعطيه فقلت له اوكي تقدر قال مبارك اجازه هو قال زعل ذاك اليوم لانه هو ركب واقعه وما ركب قمري وقمري اللي فوق ابراهيم نادر شوف هاي الريال انعرض علي اللي يشتغل العصر وانا وقفت عن السالفه لان انا اللي جايبه من باب الذوق والاحترام يكلموني نبيش مره ميانا العصر من وين انت الحين قاعد تقول دي القصه هاي ما سمعتها انا ولا حد قال لي اياها انا اقول لك لا هذه متوهه جديده اي فقلت له لا اشتغل عندي من اللي اعطاه العرض ما حد يبيه انت بتشوفين ما قال لك يو هابي يو هابي اي ام نوت هابي قال لي عند الشوط
وتفاهمت اياه وكل شيء. زين ليش قال لك اي ام نوت هابي؟ لان قمر اللي فاز. قمر اللي فاز هو كان للتشويس. قمري ليوم الثلاثاء اول مره اقولها كان ما بيركض. صارت مشكله وكان ما بيركض. والموضوع كان طويل بس اختصاره في ذي الكلام. يعني يوم الاحد سوري بوس اي جت فيري جود اوفر اب مامشي قلت له عندي اربعه تيبان في الاسطبل اي واحد تبي. فنحجز له تذكره يوم الاحد الاثنين شال عليه. وحن خفتوا الحواج؟ ها؟ خفتوا عبد الله الحواج؟ انا اي فارس مميز اقدر استعين فيه. يعني ابراهيم ما شاء الله يجيني الاحد والاثنين والثلاثاء يودي لي تمارين. يعني احنا اذا انتم خفتوا عبد الله الحواج يعني طلع من علي جون. يعني علي جون صار ما عنده احد الا حسن الصفار. عنده عدنان جعفر بعد. انت ما عندكم سيد صلاح؟ انا عندي سيد صلاح، عندي عندي قاسم وعندي فارس جنوب افريقي كرايدر. كان عندي فرانشيسكو مشى خذ مكان عبد الله الحواج. اوريدي عندي ابراهيم يساعدني حق تماريني وتماريني. مسكين سيد صلاح. ليش مسكين؟ كل مسكين ما يبي يعني ياخذ مكانه وراح. لا 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 هدى يبت فوق راسه احد. هو سيد صلاح واحد من عيال الاسطبل بالعكس يحب الخير حق الاسطبل. وبعيد عن كل ذي الحين مهم نشوف شنو بيصير في السباق. And blue boy as they head now inside the final 800 meters. Eshasi has got has not many beaters, one of those is fourth time lucky, and the back marker as they clock in is Mayhab. So turning in, heading now towards the final 400, and it is radio. Hey, look, my wife, why did you say that? I'm going to ما غلب ما بيقدر يغلب. لا شو قلت لك؟ شو الهانديكاب؟ ما تدري من علي جان. علي جان طالع من قلب علي جان بعدها زين بعد معينه احنا سوالف بغلبك وقلب ايش نسوي فيه؟ لا يستاهل الصراحه. توني اقول له الحين ناكل في السراج اقول علي جان عاد متى بتغلى؟ السنه الجايه. بس حطيت بلو باي من المرشحين قبل السباق؟ لا لا ما حطيته للامانه يعني بس لكنه حصان ممتاز وعلي جان ما ينخاف عليه يطلع لك في الاوقات الصعبه. انا ما كان سبرايز لي صراحه بس انه شنو يمكن سبرايز لي في هالشوط 075 يخسر الحصان يخسر مثلا اوت اوف بليس اما هي بيرفورم توداي. لا انك تغيب وتجيب لي نتيجه في ذي اليوم الصراحه يعني. الحمد لله. طبعا السباق كان مفتوح مثل ما قلت بس كان المرشح الاقوى اللي هو سيدارت المفروض كان تشوفه في المركز الاول يعني على حسب التوقعات. شنو انجازات سيدارت؟ اول رجع ثالث. زين ثالث زين في خيل بعد اكبر منه هني اقدم منه ومشاركه وعنده مستويات بس تعالوا رشح ابوالك بس ما يصير بس يا سيد تعال رشح بس هالك بعد الصراحه ثابت مستوى. رب لك الحمد. الحمد لله الحصان قاعد يتطور هالسنه وايد قاعد يتطور. المفروض انه اليوم يغلب لكنه صاد ترافيك في الشوط. واللي فعلا صاد ترافيك وكان يقدر يفوز هو أشاصي وانتم شوفوا وحكموا. And they're racing for the Bahrain Oaks, and a social distancing from stall one was away smartly and races to that. Oaks al Bahrain. وسباق شفنا فيه شلون فازت بنت الجزيرة آخر سباقها. اليوم بتخلينا نقول هي اللي بتشكل خطورة على ميديتيريان مون. يعني. من يعني؟ أفضلية حق ميديتيريان في المون. إنزين. بعدين على ركضة بنت الجزيرة. اتوقع ان يعني السباق اللي راحت بينت ملامح يعني ملامح المرشحين اليوم وهي ختمت الموضوع بان المنافسه بين لي انا وجهه نظري راح تكون بين بنت الجزيره وموجه.
هذا اللي اشوفه في السباق. اعتقد انهم راح يتفوقون حتى على ميديتيرينيان مون. الجزيره تحب الليد فما بخلونها اليوم تكون في الليد. المدرب حيدر ابراهيم عنده الكفه الاكبر والخطه موجوده في ايده وعنده جياد مرشحه سبحه وعذبه وموجه جميعهم خطيرين. انا قلبي يميل حق موجه لان موجه في السباق اللي يعني خلتني استانس حبيتها. اي تطورت الاثاره وايد هدا ونعرف هالشيء وشفنا هالشيء بس اليوم قلت لك الستيب اب في الدستنس هاي اللي خرع شوي. كل الافرز الزينين اللي عنده بس المسافه شوي ما يسوون المسافه بالضبط يعني ما ركضوا المسافه ما قدموا في المسافه. حتى عذبه اخر ركضه لها زينه. اعتقد اخر ركضه في الاوكس تراير اذا كنا نلاحظ ميديتيريان في مذمون اذا حصلت الجاب كانت يعني تكون خاطره. اي بس ما قدرنا نقيس على ذاك السباق بس الحين بنقدر نقيس. ما سولفنا عن اكويلا. Then a couple of lengths to social distancing. تطمن أنت بتكون يعني أحد من خيلك في البليس. في البليس في الرابع يعني. The past runners running now towards the final bend. They've got just less than 600 to go. And Ariat being taken on for the lead by Bint Al Jazeera right around the field. A Mediterranean moon has sailed into a very nice advantage. The wide outside has Bint Al Jazeera. Mediterranean one. Back in behind the social distancing and Bojo trying to get on terms, being followed by Dalail and Aquila to the wide outside. شوطها ومكانها ومستواها. 200. It's Mediterranean Moon from social distancing who's just hanging under pressure. Then Bintal Jazeera who's plugging on at the one pace, but Mediterranean Moon has got the Bahrain Oaks in the bag. Mediterranean Moon the winner. Social distancing second. Bintal Jazeera. قلت لك ميديتيريان ذا مون اخر ريس صار بلوك مكان صار بس وايد تاخروا خيلكم. لا اعتقد المسافه لو كان 1006 شفت الكيك اقوى ولا موجه؟ اعتقد 1006 احسن. تحس وايد صار شوط سريع عليها؟ اعتقد اي 1008 يمكن مسافه اكثر يمكن سرعه شوط ما ناسبت بس ميديتيريان مون تستحق تفوز وفازت. صحيح ميديتيريان مون كانت مرشحه فوق العاده حق هذا الشوط، توقعنا منافسه من بنت الجزيره بس ابدا ما شفناها فازت مرتاحه وجود وين والف مبروك لها. بس المفاجاه ان نشوف سوشيال ديستنس في المركز الثاني. صحيح 100% ما حد توقع، انا شفت عليها بول هينيجن وقلت يعني حرام اليوم الرايد حق بول هينيجن عنده فرس يمكن ما تأدي بس تفاجات منها كانت ثاني. بس حتى الجزيره يعني ما اعرف اذا نقول اثر عليها السباق الاخير او ما اعرف. اي بس الغلبات قويه يعني. سيدا مون. اي هي ميديتيريان مون كان المفروض اصلا هي تفوز بناء على يعني مستواها. بس اللي زعل ان الاوكس طلع من عندك هالسنه. احسن يمكن. يمكن يفكر ناحس. يفكر ناحس شوي. لا اكيد زعلان يعني الاوكس انا اعرف ايش كثر غالي عليك. قاس انكرمان العام كان عند صبلات فوزيناس هالسنه بيحافظ عليه 90% عنده. ما خليت شيء فوزي في دي الشوط ما دخلته. ها؟ ما خليت شيء في دي الشوط ما دخلته. شو وين وديهم؟ خليهم في الاسطبل. لا تخليهم في الاسطبل بس كلهم بقرارك واختيارك. يعني في واحد منهم قرار ملك. اي من اللي كان ما ودك تدخله في دي الشوط بس يعني لا والله كلهم تبي السجن. كلهم؟ لا ما في لهم اشواط. اي السيريس الباقي ثاني. ريتاتهم كلها عاليه. اليوم اقول اركتيك امبرور وبس. بالنسبه لي يعني طبعا المرشح الاول ارتيك امبرور بحكم اخر سباق اللي شفناه، حصان ركض سيريس حل مركز ثالث. عارف السباق، عارف الاجواء. المرشح الثاني بالنسبه لي كلاسيكال ويب. حصان اللي عم حقق هذا الشوط، الاشواط اللي طافت عليه الحصان مو لك، مو لك، الحصان كل في كل شوط في ضرب، في كل شوط يصير ترافيك. فوجهه نظري هو الشوط بيكون بين ارتيك امبرور وكلاسيكال ويف. كلاسيكال ويف والله رشح اليوم. ليش جبت لاستيفان؟ لان عندنا راسين في الشوط الرئيسي.
عندنا طوارق وعندنا بورد لاينز. ايه. احتاج جوكيين طبعا. وستيفان فاسكي يعرف المجموعة. وأفضل من ستيفان لجاج. أعطينا الأولوية. أعطينا ستيفان لجاج على وجهه. كلاسيك الويف مو وايد مقنع حتى الآن. بعد يبي 2004. العام فاز بالألفين. سيريز بس كانوا الخيل أضعف. بس بعد صعب يمكن نختار، صعب نرشح. We could list them all. We could list 15 of them. They could all, they, you know, it's an open handicap. Middle distance division, 1800 meters, and they're all in. They're ready, and they're off. And King of Conquest was off to a pretty good start, and right there with the leaders is Longbourn as they make the dash into the first turn. Mark. صراحة يعني جريء إنك دخلت كولا فورست. هو يمكن أنا أقتبس مثل عون مبارك فاز باللذات من كان جسورة. أوكي. يعني أنت يقولون if you don't jump in the water you don't learn how to swim. أوكي. الحصان عنده مستوى. أوكي. مو جليل ملاح اللي يقول عنده مستوى وما عنده، هو رد على الكل، يعني كل المشككين فيك حصان. ما بنستغرب الحصان تطور، بس السباق اللي طاف سيد كان اقل من هالخيل، هذا السباق في خيل افضل. كولا فورست على ستايل اللي احنا متعودين عليه انه هو يمشي في المقدمه. لا ما بيمشي في المقدمه، مستحيل. مستحيل، الحصان إذا مشي في المقدمة فهذه قمة الغباء. قمة الغباء بس فعلا. هاي هو اللي كان يصير معه؟ غيري كان يسويها. أنا ليش قلت لك؟ أنا ليش قلت لك كان يحتاج إلى سبيشال أتنشن؟ سبيشال أتنشن مو بس وضعه في الاسطبل، حتى في شغله هو يحب يقعد ويجي أوف ذا بيس. ليش أوديه قدام؟ أنا ما أتهم غيري بالغباء، أتهم نفسي أنا بالغباء إذا كررت الخطأ مال الآخرين. زين انا اشوف ان اليوم الحصان عنده حظوظ. اتمنى يعني ان افوز في الشوط. Now going forward, so they move on down the back straight and a good 200 meters completed their journey, and it's Inigo Jones who makes the running, beats by about a length and a half to what's the story in second place. Longbourn is racing handily with Murphy. I think this time a good chance, but at the same time it's hard to say you gonna win it. لا لا ما يشكل خطر. تعرف سيد انا قريب منهم. ما احس الحصان عنده انه يغلب الشوط. حصان اخر الايام مو في الفورمه اللي يوم اللي ركض اخر مره. It's very competitive. The results probably will have a bearing on the horse that gets the best trip through the race. Hopefully it'll be us. Hopefully, but I don't think the last race scenario for you will be repeat today because everybody will know what you will do this race. There'll be too much pace for us to get a nice soft lead. We don't have to make it. You know, it's a nice gallop. He'll settle in just behind the leaders. The important thing is the horse seems to be training very well. He's in good form, so we've a shot. We're one of the ones with a shot. Stepping forward, King of Conquest is just in behind them, and then further back to the inside running rail. ممكن نحتار في دي الشوط ونفكر حتى في واتا ويلكم. يعني الأشواط اللي قدمهم مو سهلة، بس بعد يعني حتى لو يبقى أنه هو واتا ويلكم ممكن هاي السباق يكون صعب عليه. يعني مو صعب، وحصان زين، بس يعني مسافة تعرفين هو محتاج مسافة أطول. مسافة ومو مستوى هاي الخيل. لا يعني ما أدري، هذه وجهة نظرك، بس أنا عارفة بين مع كل السيريز اللي قبل يا ثاني. إيه أنا على مستوى بنشوف واتا ويلكم، بس اليوم أصعب من اللي راح. أكيد صعب عليه، صار كبير في السن. إيه. عنده شوطين قوي. الكبار في السن يبين عليهم تعب. اسرع من الشباب. لي انا انتج من الشباب الحين. انا شيبت خلاص. يتحملون السباقات اكثر. الشياب لا، نروح اعطيك ريسين قواي بعدين ما له الا تراجع. ميرلينز بيرد ليش تونا نشوفه؟ تو جاي من بريطانيا شهر 11 12. يقولون حصان وايد زين. يملك ريس ريكورد عالي.
اختبار الأول في المضمار وسط في هذا اليوم في نفس ذا الوقت شوي خلنا نقول في تحفظ عليه. صان زي مس يبي أبعد من 2000 شوفين في 2200 2400 تكون أحفظ. Myron's off the pace with Cooler Forest for company and so too a Knight of Honor and the last two. مو مؤثر ميرلينز بيرد شو؟ بالنسبة لي ويا حصاني لا. لا. بالنسبة لي ويا حصاني لا. أوكي. حصاني زين. أتمنى أني أفوز في الشوط. إذا ما فزت أي مركز متقدم من المركز المراكز الأربعة الأولى I'll be pleased. Mark of respect. لا تنسى. ساي بيكون اختبار صعب لي. أنا أسبوع ما أضلي. مثل ما قلت لك إن شاء الله. بس اختبار مع خيل يعني أقوى من الأسبوع الماضي. They lead the back are Classical Wave and Dark Lion making the run now inside the final 800 meters. Do you think Godolphin they have a strong chance as you have? They're Godolphin. I'm Jamie Osborne. No, but I'm eating. In the races, there is no Godolphin, there is no Jamie. The track will show us. Godolphin, I'm so okay, عندهم حصان ريس ريكورد ماله عالي بس مو أعلى من الخيل موجودة عندنا. عندنا خيل أفضل منه. حصان Godolphin أنا لما تشوف طلعت الفورم ماله الأمانة أنت لما تدرسي الخصوم لازم في الشوط. حصان Godolphin حصان ما في كلام عليه بس يمكن اليوم الجراوند ما يناسبه لأن معظم سباقاته كانت all weather بس أكيد يعني تشارلي أبلبي ما جاء اليوم إلا هو يعرف إن هذا الحصان يقدر يقدمه وما يقدم على الجراوند بس أنا لما أدخل في شوط صراحة يعني للأمانة أنا أحط اعتبار إلى حصاني أنا وطريقة ركضه إذا قدم اللي قدمه في التدريب ما بيكون رقم سهل في الشوط. 100 meters and it's Inigo Jones enjoying life in front. Inigo Jones and racing alongside Inigo. Godolphin is clearly one of the horses with a big chance in this race too. You think? Yeah, I think so. Yeah. With work to do and so too with work on its hands is Arctic Emperor. They're inside the final 400 meters now and here comes What's the Story. Inigo Jones still there over on the far side. Merlin's Beard is between horses and down the outside King of Conquest really running on. Classical Wave just in behind. They're inside the last 200 and it's the Godolphin Blue in front. King of Conquest the leader but Classical Wave is the one giving chase to the outside. It is King of Conquest and Richard Mullen in front by a length and a half. Drifting to the centre of the course but collects. As you said, you were right, Godolphin. But even in a minute, we said Igna Jones is going to win it. Yeah, look, sadly, he's just had to burn a bit too much petrol through the first half of the race. And the red colours on his outside never really left him alone. So they've ended up quickening up too soon in the straight and paid the penalty. But he's run a solid race. But Godolphin deserved to win this race. It was a very tough performance. And once I was really able to get into him, you know, and give him a little backhander, he went away and it was an impressive performance. And like you say, he's broke the track record. And yeah, it always helps when you're riding for this operation. You know you're always on a very good horse. So yeah, it was very kind of Charlie and His Highness to allow me to ride the horse. شوف هم في النهاية Godolphin. Godolphin ساو يعني من الاسطبلات اللي ساوخة كل الاسطبلات الموجودة على العالم كله. من أكبر الصبلات في العالم. اليوم Godolphin يجي ويغلب. العام غلب. السنة غلب. تير البحرين تيرف. الحين السيريس. Godolphin. ما بنقدر نقول Godolphin. يعني إحنا وتعينا على الخيل Godolphin. يعني شوف لو Godolphin ما حد اليوم كان أنت فايز. عين شلون إيش رأيك؟ بكلاسيك الويب. يعني بطل. بطل. وأخيراً. إحنا اليوم إذا بنشوف الأداء اللي قدمه كلاسيكال ويف هاي كلاسيكال ويف اللي نعرفه قلت لك في 2004 اي يعني لازم كنا نعذر على الأشياء السيئة اللي سووها في السباقات اللي طافت اي واليوم بوابتي بعد برا 13 مقنع اليوم مقنع اضطرينا نخليه آخر الخيل الأخيريين عشان يفنش فياي من بعيد الحمد لله السيد تذكر سيد محمود ايش قالك على إن في بعض الخيل جيب لك حرقة هذا الحصان جاب لي حرقة كلاسيكال ويف مو شوط مو شوطين مو ثلاثة ظروف عالقة يد الحصان واقفة إياه يعني اليوم قاعد ورا وش حلاوة
يجي في النص ما في تشانس ورا اللي غلب ورا وتم ورا الى النهايه. بس كانه شوي صار درفت صار درفت انا وياك. هذا الحصان مو محظوظ من افضل الخيل انا اشوفها كتيم فيكتوريوس. مو محظوظ بس يعني اللي حقق مركز ثالث وات ستوري اعتقد بعد مفاجاه بالاداء اللي قاعد يقدمه. مفاجاه بالاداء اللي قدمه حصان لو منطع الريس ريكورد ماله الوذر. وركتك امبرر صدج رشحناه بس بعد قلنا عذرا المسافه. بس وين كولا فورست اللي جليل قال عنده امل انه يفوز؟ مثل ما قلت لك سيد في اشواط يعني اوكي قدمت في شوط ما بهضم حق اللي بين فيه في الشوط بس يمكن اليوم ظروف السباق غير. الخيل موجوده متمكنه على المسافه ففي في في ظروف انها تصير. في النهايه سيريس مشاركه في سيريس كبيره. بس انا لازلت اقول كلاسيك الويف جدا مقلق. ثاني ورابع ماركو ريسبكت بعد الكبزي مع انه وايد زين هو تو راكب. اي تو راكب الاسبوع اللي راح واليوم كان اختباره مثل ما قلت لك. بالفعل انا حتى اقول حق المالك انه حصان طيب حصان يعني بيبين على مستوى طيب وبيكون في المايلر المايلر بيكون بعد زين. حصان مشى فيها بالمايلر هذا قبل ممكن الحصان لين ما يكون في بيته وبيبين على مستوى طيب في اي مسافه هو يحبها. المؤشرات ان الحصان ممتاز كبير. اي ان شاء الله ديب انت رنقح هناك ان شاء الله. كيف حالك عقب العام ما ركض؟ سنه فتره وايد طويله. اي بس العام سواها بعد يا من يعني بدون سباقات وغلب. شوف انا مع يعني فوزي ما خاف من الوقفه عموما صح. بس بعد ما ادري يعني ايش تقولين الصراحه ما ادري يعني في شيء يقول لي نوماديك. اي حصان زين هو المرشح. نوفن داير 1000 متر مو 1200 متر وقدم 1000 متر فاز و1200 متر جاب مركز رابع مو كلوس يعني. فاعتقد ان نومكن باير 1000 متر الديفايس 1200 متر. فاعتقد اليوم الظروف حصان في صحه جيده واعتقد اليوم بالنسبه لي بتكون لي كلمه هذا الحصان. ليش ما نقول بعد واوزر؟ واوزر ايش غلب؟ شوت هانديكاب ترى غلب. اليوم نشوف يعني واوزر اوشن ستار. اوشن ستار عشان لوازم فوق. اوشن ستار عقب هاي الراحه احس اوشن ستار ما نغفل عنها. ما في لها شوط وين لها شوط لها؟ الحين يعني دي الشوط مناسب لها؟ اي ليش مو مناسب؟ شوف هو المفروض اذا على اوشن ستار اللي انا عارفه اقول اوشن ستار. كذي اوشن ستار. اي اكيد اوشن ستار. فاقولها كذي اليوم؟ ان شاء الله. بهذه الطريقة؟ ان شاء الله. ما تقل عنهم مستوى الفرس. اخذت راحتها اخذت ريكفري مالها. انت احسن لك تقول لي قبل الشوط انه لا اعطيها مجال لو تقول لي هاللون وعقب يصير شيء ثاني. ليش؟ انا عندي ثقه في فراسي. ما حد يقدر يتاكد. السباقات الهانديكاب خاصه واحد لعبه اوزان وعلى السرعه اللي بتصير. بيصير وايد سريع. والله مفروض. سباقاتنا تريح من بحرك. الا الرزق الله بيعطيه. فراسي جاهزه. وان شاء الله تقدم المستوى اللي احنا نتمناه منها. فيعني اذا بقارن ديب انترنج وياهم لا المقارنه عقب الشوط ان شاء الله. إيه قبل الشوط وايد صعب. عقب الشوط. عقب الشوط. Meters the journey and they're racing. Kunan began sharply. Pure Dreamer being dropped out at the back end of the field and away over on the far side is first edition. الشوط اللي راح لجودلفين. هالشوط ما اعرف اذا بروح الى خلينا نقول الفرق الاوروبيه او راح اتم في البحرين. طبعا هذا شوط 6 فورلونج يعني سبرنتر يعني الجوكي اللي بيكون على حذر يعني 1200 متر يعني منافسة شديدة. الحصان الأوروبي اللي هو تشيا You should to win this race enough
You did a great job, but you should to back home with a trophy. Well, that would be amazing. Listen, he ran so well the last time. We couldn't have been more thrilled with that run. 18 runner, sprint handicaps, incredibly competitive. A lot of these sprinters. قدم ريس ممتع في أول ظهوري له. واليوم أعتقد أن فرصتي يعني بتكون الكبيرة في هذا الشوط. Well, listen, it's a good battle going on, and we'd obviously love it to be for us. But win, lose, or draw, we're very pleased to be here and to be involved in this great series. With the soldiers' minute going down that centre group, followed by Kunan and then Amman, followed by Div. حلو المشاركة في هالشوط وما أقدر أقول بالقوة إن اللي أمان يستحق 100% المشاركة فيها. بس أنت مثل ما قلت المشاركة في هالأشواط حلو والوزن لصالح. بس منطقيا مع قبل السباق الاسماء الموجوده مو نفس الاسماء اللي تفوقت عليها اخر سباق. ما في اختلاف سيدنا امان، انا ما اقلل يعني نسبه الفوز في هذا الشوط لو فاز او حل في المراكز المتقدمه، ما اطيح من هذا الحصان. ما اطيح بس انا اتكلم من باب منطق. اكيد احنا نطمح ان نحقق الفوز، لكن لما تحرز في شوطنا الساده مركز بعد هذا تقدم يعني بالنسبه اليك. اخطر الاسماء والله ما مشي خطير في سباقات الخيل. Yeah. شفنا على قولتنا الهوايل. Down that center group followed by Kunan and then Amman followed by Devast and a fighter pilot and leading the charge. That is in Vagel, very fast horse in Vagel. ايد ما يندرى اللي يفوز من مجموعه اليمين ولا من مجموعه اليسار. قام وضعه قبل دقيقه فاتت. By Neptune in Pure Dreamer, further back to Deep Intrigue, and Ocean Star is currently run off its feet, making the run now towards the final 500, and it is in Vagel with the shout of Tina. And Vagel لا. والله الشوط بلا موجود بس يعني ما ظنيت يفوز. Is Derrin heading down towards the final 200 meters and is Derrin and Deep Intrigue the grey, those two moving on. Here comes Pure Dreamer who's hanging under pressure. Watcher leads the charge far side 100 meters left to go. It's Deep Intrigue and Derrin fighting for the advantage. They go close home. Deep Intrigue holding Derrin at bay. Deep Intrigue beats Derrin. حسن ناموس سنة ما شاء الله لا إله إلا الله. شنو سويت في ديب انترينج طول هاي السنة؟ وين كان؟ برا عمر هذه راكضة خاشة. ليش خاشة؟ كل ما يقول لي من داخل أقول لا خله. كل ما قال خله يا اليوم. لا بس هي في اليوم الصح؟ إي لا ما قصر. نفس العام قايل ابي لها صبر ساعه. اي بس لو تخشونه هاي الحصان ولا يحب يركض هو كذي فرش سباق ورا سباق ورا ما يركض. العام ركض عقب ما قلب ما قدم. كذي خشينا. كنا متوقعين من الحصان، كان في التمرين جدا ممتاز، قدم مستوى جيد. الحصان مر بظروف شوي بدايه الموسم وما قدر يشارك، واتوقع ان اليوم لما جاء فرش الحصان استفاد وايد وقدم مستوى ممتاز. ما بقول مفاجاه بس بقول عافيه عليك. هي اللي اقول عافيه عليك، يا ان الفنش مو اي فنش. والله بالفعل اول شيء الحمد لله اليوم اني غلبت في سيريس. شوط موجودة خيل من مملكة البحرين من خارج المملكة، خيل أوروبية جاية، لكن شنو؟ وين الأسماء الأوروبية؟ شنو صار مع نومادك؟ نيل thought the strong headwind and where he was there was only one horse in front of him. Most of them stayed over here that he didn't get as much cover as he normally gets. Maybe a combination of the headwind, he's better over five and he'll be okay. He'll bounce yeah. back. Always a shame, but look, we live to fight another day, and he's kind of, we'll be back here in 2 weeks' time. ولكن أقدر أقول كفو على جابر. خلاص. No. باقو راح خلاص. إيه. الله يوفقهم. سادس مرة. هو نسيبنا اليوم. بس ركضوا زين يعني في نهاية. دررين ركض أفضل. من المستوى اللي هو فيه وافضل من اللي احنا توقعناه لانه ويا جابر رمضان وين ابو خليفه؟
لا صدق. لا he's a good horse. He's a good horse. يعني في هاي الشوط. الشوط عندي. إيه يعني. 200. The good horses they have top weight. So our horse 56.5. استقل. من شدي يرن well. بس he's a good horse يعني end of the day. So far he's first time out, he won, and today he show us good ability. Hopefully. Very good ability. أنا هاي اللي أبي أقول لك إياه. نادرين قبل الشوط في خيل أفضل منه. عقب الشوط صار هو أفضل من وايد خيل كانت المفروض تكون أفضل منه. بس سبرنت. فأنت ما تبي وايد تأخذ الثقة فيه من عقب هاي الشوط. أنا خديت الثقة من أول شوط ما قلت لك أنت ما خليتين ثقة فيني قلتي جابر 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 شوط إذا نقدر نقول عنه شوط باسمه بتصنيفه السباق كالستد بالأسماء الموجودة يعني عندنا حصانين عندهم في سجلهم سباقات ليستد فايز يعني زاغاتو فايز بكاس سيدي جلالة الملك وحصان جودلفين جاي من انتصار ليستد. Last race in Listed Company on the All Weather that was but a mile over, and a half. Over, yeah. Yes, that was a mile and a half, but the pace wouldn't bother me. I think he's probably a better horse over a mile and a quarter. He's a lot of natural pace. Obviously the Godolphin horse is coming with a strong profile from Dubai. He's high rated and he's going to be dangerous against the Bahraini locals, but we've proved in the past that we're not easy to beat and they should never underestimate us. That's the one we all want to win, not only me but you know everyone all the connections in Bahrain. It's يظل الشوط مفتوح وال قبل الشوط صعب ان الواحد يرشح حصان على حصان لان كل حصان له شانس في الشوط وكل حصان جاي بفورم قوي كل حصان جاي من انتصار كل حصان جاي بنتائج طيبه وفي النهايه المدرب اللي بيتكتك صح وهو اللي راح تقول لك كلمه يعني. شوف داكوفيتس كيد الانظار كلها عليه وما في خلاف على هاي الكلام. The convex kid is unbeaten. He's unbeaten here in Bahrain and I think looking for his form I think he's only ever been beaten twice in his entire career so he brings some good solid form around the track as well. إذا كوفكس كيد فاز الحين شو تقول؟ يعتمد شلون خطأ يصير ويفوز يصير ترى السباق كذي. لا يمكن هو مستوى زين ومستوى السباق. إذا قدر يشاد الامتحان خلاص أرفع له القبعة وأقول له خلاص مكانك مو بهني لازم تروح السعودية. حصان اجتاز كل الامتحانات بيبقى الامتحان الأصعب اليوم الناس للحين مشككة يقولون للحين ما جاب الخيل قوية للحين. اليوم الكواليتي غير التصنيفات غير اختبار حقيقي ونهائي حق كوفيتسكيز اذا تمكن وفاز بيكون بطل الموسم في المسافات البعيده وبيكون الحصان يعني صعب ينهزم حتى خارج البحرين حصان خيالي زوغاتو هذه بنظري اي انا اتفق وياك نعم اوكي بورت لايونز نسيته بورت لايونز سنتين مركب يعني حلو نشوف بورت لايونز فخامة الاسم تكفي في هالسباق. كلش مو موجود ولا كلا. أبي بس أشوفه يركب. بس يعني تعرف الناس اللي نشوف بورت لايونز ما تبي تشوفه يعني نشوفه يركب بس. بورت لايونز يبقى بورت لايونز يبقى الحصان القوي الحصان اللي صراحة على كثر الوقفات اللي يوقفها بس يرجع بقوة ولا كأنه واقف الحصان من فترة طويلة ومشاركته اليوم بحد ذاته شرف حق المضمار البحريني انا بجيبه بس يركب بتصير مطالب وبايد هو اذا يعني انت اوريدي بس ركبته يقول لك شكرا ما قصرت من عقب كل شيء صار فيه بس بورت لايونز عرفت هني داخل انا بجيبه بس يركب بنشوفه يركب That's it, all in. Crown Prince's Cup and they're racing. And they've just been steadied early on his recovery run and away smartly is Marie. ما نحب نشوف بورت لايونز يخسر. ما ادري بس على الاقل يرجع ويطلع سامي في السباق. يعني فوزي يبي يشوفه بس يركض. بس كلنا نبي نشوفه بس يركض.
تقريبي. لا انت عندك اليوم طوارق ما نقدر نقول لك شيء صراحه. والله طوارق على اخر سباق حقي كان اتوقع كان تجهيز حق السباق، قدم اداء ولا اروع، بين الحصان جاي اليوم حق فوز، جاي حق نتيجه ايجابيه. ترى من بين ثلاث المرشحين في الشوط طوارق اليوم يعني. Yeah, last race the Kovacs could beat Tawarik, but I wouldn't be surprised if Tawarik reverses the placing with him because there were not much far distance between them in the last race. اي نعم عندنا مهمه تجهيز، حتى طوارق تجهيز. عبالك حق فوز؟ طوارق نبي حق كاس الملك. طوارق يستحق يكون في كاس الملك. نعم. مو بعيد عننا ترى يستحق انه هو يفوز اليوم، انت اكيد شفت الباقه الاخير شنو سوى. روانا طوارق صجي. صحيح. الله يوفق. Next kid is on the inside. Lukanda is next, and then further. Going on down the far side, the overall back marker is last year's runner-up Towerek, but it is Forbidden Land in front. Forbidden. قلبك اليوم ما بيروح معاك، بيروح ويا جودولفين. والله ماشي ويا جودولفين الصراحة. على العموم، فيكتوريس فازوا مستانسين، جودولفين فازوا والعيال عندنا يشيلوننا العبالة. We all know how good he is, so yeah, hopefully we can. Part one is done, so let's hope we can continue with part two. Land by about two lengths, chased by Prince El's Arm in second place, with Takaria in third. Marie's Diamond has to be content now with a dispute of fourth place with Encourage, Warren Point, and the Kovacs. هل Warren Point على صوب؟ نعم. زين. الباقي من؟ إيه. أنا بلك Warren Point، طوارق، زقاطو. أنا أشوف إنه كندر يمكن رابع، وكندر ترى يمكن يركض زين إذا راحوا فاست إناف سرعة يمكن الحصان جورج بيكر يفاجئ. أوكي. هاي في نظري، هاي قراءتي الشوك كذي. باي لاين استبعده من المعادلة؟ باي لاين شفناه في 2008 الناس أو الجمهور قالوا لا في 2006، اليوم نشوفه في 2000 أكيد المدرب عنده أشياء إحنا ما نعرفها. هاي هو السؤال، ليش تروح 2000؟ ما أدري عاد، كنا 2000 بيس تري يعني أقل، يعني مو بذاك السرعة كان يسويها، واليوم هوا الخيل اللي بتقعد في الخلف هي اللي لها تشانس. بس يبقى اسم كبير يعني، لو جا وفاز ما حد راح يقول لك إن هي مفاجأة، لكن الكل يعرف إن باي لاين بيكون عليه المسافة بعيدة. لكن صعب انه يجيك كاس نفس كاس ولي العهد وما تدخل حصانك حتى لو كان بطل في 1600 متر، وتحس لو 1% انه راح يتمكن من الفوز لازم تشارك به. Follows the inside by Zagato and then comes a recovery run by Line and Lukanda. احنا مو بتماشيين اليوم الا بفوز حق المحمديه. والله ان شاء الله اذا الله كتب ان شاء الله. لكن اليوم صراحه خيل طيبه حق ينقال لازم بميل يا المحمدية. ترشيحي اليوم زقاتو. The back marker is Towerek and they're heading now towards the final bend. 600 to go and it is Takaria who takes over at the top of the. وبين هالاسماء صراحة صعب أقول جومن بتكون له فرصة. كاسي ولي عهد لازم نشارك. هو كان يبي يركض واتشر. إيه أحسن. مفروض إيه بس كنا. أحسن. لازم ما عندي حصان اليوم. ليش جليل ما رضى يركب ميشن بوي اليوم بدال جومن؟ ميشن بوي؟ ايه اظن يقدر يعني على هاي المستوى ما نقدر. One horse if I said you have to pick which one you will be. I would lean towards Tawarik. وذي طوارق بعيد وبوت لاينز بعيد ومحكورين. Warren Point and Richard Mullen now trying to cover the case. Just in behind is the Kovacs kid who's under pressure. Byline and Goman are trying to run on. They head down towards the last 200. Warren Point, Byline and Goman are in pursuit. On the wide outside is Towerek and heading down towards the last 100. It's the Godolphin Blue and Warren Point with a few lengths on this field and they're playing for places at the moment. It's Godolphin again, Charlie Appleby and Richard Mullen. Warren Point will take the Crown Prince's Cup. All I can say, Godolphin is on fire today. All I can say is thank you to His Highness Sheikh Mohammed and Charlie Appleby for giving me the opportunities. You know, it's
you know, to, you know, he's a high class horse, you know, son of Dabawi, fantastic sire, and you know, I think he'll improve again, you know. Godolphin شارع بالبيعة عارف يعني لو تلاحظ آخر مشاركاته كلها كانت إذا مو غالب سكن عارف إيش يجيب البحرين يعني حصان يجيك من بريطانيا إلى هنا حصانين مو حصان يغلبون تيرف وكاس ولي العهد شارلي بالبي ريتشارد ملون بعد يعرف المضمار بعد هاي نقطة إيجابية. Absolutely, and it's a pleasure. I'm just a very small chink in the chain, you know. So it's a pleasure to be part of the team and to, you know, even in the morning just to be around them. So to get the, you know, get the leg up on a race day is yeah, it's always a warm welcome in my eyes. الكل عارف إنه فريق الجودلفن شعار الأزرق شعار الكل فيه له معجبينه والكل قاعد يمشي على خطاه فيعتبر قدوة في هذه الرياضة فريق جودلفن. فشيء طبيعي ما بيجيبون الخيل اللي تناسب ارضيتنا ومضمارنا وترى وارن بوينت مو شوي يعني حصان ليستد وينر و110 كلش مو شوي الحصان فشيء طبيعي كان يحقق انتصار لكن بايلاين سيد شلون بايلاين بالضبط شلون بايلاين يكون ثالث وانا ذبحت روحي وانا اقول ان المسافه ما تناسبه هذا الحصان اللي لازم النادي كله يحترمه انه هو بطل يعني حصان قاعد يجي لهم لمكانهم يجي ل 1008 يجي ل 2000 متر وقاعد يغلبكم يعني هذا الحصان لازم الناس تحترمه انه هو بطل نادي الراجل الفروسي ما عنده مشكله اليوم بايلان طف افضل خيل عرفوا شافوا بايلان شفتونه ولا لا chips fine but I was drawn 15 of 15 and it's very difficult they went very quick and he's kind of been a little bit too far back in both races so He's run very well from that draw. ليش ما يقدر يسوي؟ يقدر بس انت تحكي عن وين بوت مو شوي الحصان سيد مو شوي الحصان انت اليوم بايلان طاف مين؟ طاف نجوم البحرين طاف خيل قويه واجد قويه طاف مو شوي. So we can say he can stay over 10. I think he can stay. Yeah, he just needs more luck in the races. يعني إيه انا استغربت انه قدر يغلب داكوفيتسكيد. بس داكوفيتسكيد زاغاتو. زاغاتو مو شوي انكورج مو شوي. بايلان اسم تتحكى بايلان لازم تضرب له سلوت سيد مو اي شيء صراحه يعني طوارق ركض زين انزين اشوفه بعد اندفع بقوه في اخر الامتار ما ادري ما انتبهت له متاخر او لا ولكن الحصان اللي فاز يمكن في عالم ثاني عام 108 بحريني هذه 110 انجليزي اي بس شفتي الاختلاف؟ السيد فيزا على حين ليش؟ عجبه هاي الكلام حق ينقال يعني لو مو حصان جودولفن اليوم الشوط قاعد اخر غير. شوط بيس السرعه فنى شوي حتى بايلان شوف ركض قاعد بس ركض حصان جودولفن ما شاء الله عليه ليه اخر السيده 200 متر مقبوض يعني مر على الخيل صراحه غير مر على الخيل يعني مستوى غير عن مستوى خيلنا بس هو 110 انجليزي احنا 108 زقاته كم 107 كم ريت زقاتو؟ ايه زقاتو ما صار يعني احنا بالمئات بعد لكن 110 زقاتو 108 مو وايد فرق الريتات يعني احسها بس شفتي شلون كان مقبوض؟ ايه اختلف الانجليزي من البحريني بس انا للحين مستغربه معقوله المحمديه على اللي شفناه منهم ما يكونون في المنصه اليوم؟ ايه بس ما توافق As we expect that Van Halen he will win the Derby from that day in a trial, and he did. Yes, he was a bit keen today. I think as well the conditions today are very windy, and it's getting behind them down the back straight, and it just got me keen, you know. And he's a good horse. لحظة شوي مو بغريب فوز Van Halen أكيد بس لازم نرجع ونشوف شنو كان شوط الداربي اعتقد ما حد يختلف ان فان هالين هو المرشح الابرز في السباق دلل مدخلين سبليمنتري يعني في شي شافوا في مدلل لما فاز على تارس او لما فاز على ابيك قالوا لا مدلل يستحق يكون موجود اكيد ما في حصان يدش سبليمنتري الا اذا عندهم
يعني شايفين في شيء في الحصان. شنو بنقول عن مدلل اذا فاز اليوم؟ معقوله يفوز على فان هيلن اليوم اصلا؟ لو مدلل انزين كان داخل وياهم من البدايه كان قلت لك اي فان هيلن بيفوز، بس انه يدخلونه سبلمنتري ليش؟ ما في شيخ سلطان كان يبي يعني الا يدخل مدلل؟ اي ما في خيل وايد عندنا لا كم. وانت وافقت الراي؟ اي المفروض محل ثاني، مفروض محل ثاني ورا فان هيلن. اي منطق، وامواج وياهم لازم هو يجي فوتو فينش ويا امواج. لا امواج ما بيكون معاهم في الفينش، بس انتوا تشوفوا اللي ما شفتوه الحين. On the inside, Black Shadow with nowhere to go on the running rail. Mudalal is on the outside and going with. قلت لك بلا اينو بلا اينو ايه استعجل على مدلل؟ يمكن لان هاي مستوى حصان بيقدر يفوز، يمكن شوي ما اقدر افرق بين مستوى مدلل وفان هيلن. قبل الشوط بنقول ايه، ويا ذي الشوط ما بقول لك فان هيلن اقوى. كم ساعة لو ناطر شوي كان هو طلع قبل فان هيلن قبل بول. يلا الحمد لله. Tarik is joined now by Epic. Epic to the outside of Al-Tarik. A break then of about three lengths to a line of three runners. Seashan is the one in the center. Manama Girl going the shortest way and Campoli. شوف Manama Girl في نفس اليوم العام فازت في الأوكس. اي. اي. اليوم الشوط طبعا صعب عليها. صعب صعب. وهي شكلها بعد من زوجها اليوم مو بوايد زين. ما يندرى ويا فايزر اول مره. بس انت زين بتقول الشوط حق العاديات ولا حق الخالديه؟ طوارئ ولا باتل اوف تالوس؟ فوزي ولا ألن؟ اختار. أعتقد الكل ممكن يقول قريب من اسطبلات فوزي ناس وقريب من هشام الحداد. نعم لا ننسى فوزي ناس عنده له مشارك بثلاث جياد، وأبرز هاي الجياد اللي هو بيكون إيبك. إيبك لاحظناه اللي هو في مشاركاته عنده عدة مشاركات، أعتقد من حيث الجهوزية بيكون هو يعني جاهز. مسافته كل المؤشرات طبعا في صالح إيبك. إذا كل المؤشرات لصالح إيبك خلونا عيل نشوف شو بيصير. Take a couple of lengths out of Al-Tarik. One giving chase is Taris to the outside. And Manama Girl last year. Hope's Heroine is also getting competitive. Heading down towards the final 200. There's a duel on between Epic and Taris. Two stable buddies. And now Taris has hit the front from Epic. Manama Girl's back in third. Hanging in behind these is Battle of Talus inside the final 100. And it's Taris who's got the lead. Taris now stretching away. The further Taris goes, the wider. يا اخي قلبني تارس والله. انا قلت لا طارق الصراحه تارس ما توقعته. طارق وين مركزه؟ عندي بنت رنج يبتو جاهز. طارق ما يبتو جاهز. ايش اقول لك ابو فيصل؟ بسوي سوالف. مبلا بسوي سوالف. طارق ما يبتو جاهز. لا شيء بس. هو بعد الصراحه هذه فيها منطق لان تارس وابك يعني شباب. بس يعني انت توقعت تارس، خل عنك الطارق، يعني بين ابك والتارس توقعت مين؟ تارس صراحة. تدري ليش؟ تارس ذاك اليوم انغلب المسافة، قلت لك انا المسافة صح؟ اليوم هذه يبي الحصان، ذي يبي مسافة طويلة، حصان قوي تارس انت عبقت.
تارس والهوى تارس بس خلاص. وحسين مكي ما شاء الله. حسين مكي ارفع لك القبعة واقول لك ويلكم باك. وحشتنا في الفوز هاي يعني اللي في خاطري اقوله من زمان ما شفناك ويت في يوم مهم اكيد. كم مرة احنا نقول لهم عن حسين مكي يا جماعة الخير عطوا خير عطوا عطوا ما عطينا شو نسوي وياهم اكو شوفه لان ما عطينا اوتسايدر ما حسبات ياكو صقع الشوط يستاهل الصراحه السوري الصراحه من احسن الجوكي احنا قايلين من قبل من احسن الجوكيز انا كنت متخوف اللي هو من ابك صح ابك حصان متطور راح رن ماله وعقب الرن تطور فجاهزيته كانت زينه متخوف يعني منه الحمد لله انه توفق يعني وطارق يعني كان معروف قبل الشوط ان طارق مو جاهز كامل طبعا اكيد يعني سنتين مو مسابق الحصان فيحتاج يعني وقت اليوم طارق جهوزيته هي اللي خانته ولا لا خلاص طارق يعني لازم ما نطلب منه لانه هو كبر على هاي السباقات اختار حدد ما يصير اختار رجع الاسطبل ونشوف بيبين في كاس الملك نشوف نرجع للاسطبل نشوف يبين في كاس الملك يعني نرجع للاسطبل بنشوف الاونر شنو يقرر قلت لكم في البدايه ليه متى بنحارب الشخص مو الفكره اخر مره اذكر اي اسبوع ليه متى بنعامل الامور بشخصيه الحين ما بتدخل داخل في الاستيراد لا عندك قضايا مهمة ليه متى بنكسر الناس عشان نرضي غرور داخلنا خلصنا سوينا كل الريكوست ليه متى بنحاول نهدم اللي قاعد يحاول يبنينا في النهاية عشان ننجح لازم نحط يدنا في يد بعض فالنهايات ليست إلا بدايات ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخير.